بديت العزف على الجيتار قبل تقريبا 16 سنة. وأخوي وعيال عمي كانوا أصغر مني حوالي 10 سنوات 8 سنوات. علمتهم وهم صغار ومع السنين صرنا يعني مع بعض نقعد ونتجمع. وقبل سنتين أسسنا فرقة الحسن براذرز، اللي حاب يزورنا يحصل الأكونت على الانستغرام الحسن براذرز والدبل اس. مرحبا فيكم، معاكم هيثم الحسن، عضو في فرقة الحسن براذرز. أنا أخو علي الصغير، فهو يوم تعلم قبل 16 سنة أخذ الأساسيات، تعلم الآلة وعلمني إياها، واستمرينا. ومع الوقت يعني كل الآلات الموسيقية مع الممارسة تصير ممتاز. وأي فرصة تينا أي ناس ينادونا أي مكان، إذا كانت جهة ربحية إحنا نربح وياهم، إذا كانت جهة غير ربحية إحنا يسعدنا نتواصل معهم ونقدم ونعطي معهم، مستمتعين صراحة ونتمنى إن يستمر الشيء هذا. عندنا ألبوم واحد اسمه بيلونة. الجيتار والله هو يعني في البداية كنت أنا أسمع من الطفولة أسمع غربي أكثر شيء. الجيتار آلة غربية وفيها هارمونيات وفيها، فهذا يشدني في البداية. وغيري في ناس يحبون الشرقي، يعني الجيتار يسحر لا سحر، ما أدري ليش، يعني السؤال هذا صعب. شيء تحبه ما تقدر تقول ليش تحبه، تحبه بس. صحيح، في كلاسيك وفي فلامينكو وفي صناعات، يعني من أكثر البلدان لهم يعني نوعيات معينة. فالأمريكان تميزون بالأكوستيك والكهربائي، والإسبانيين عندهم الكلاسيك والفلامينكو. شكرا للاجتماع، واللي حاب يتواصل معنا يتواصل معنا عن طريق موقع كفو، وشكرا لإذاعة نبض الكويت.